اولا اود ان نقدم العزاء ديالنا لجميع الناس اللي توفوا لهم افراد من العائله، والعزاء لجلاله الملك محمد السادس لافراد ديال الشعب ديالو. دونك كيف قلتي كانت واحد التجربه ديال صعيبه. دونك اول مره كنعيشوا تجربه ديال الزلزال. دونك منذ الساعات الاولى من الفجر يوم السبت تم التوافد ديال واحد العدد كبير من المرضى، جاو في النقل ديالهم في سيارات الاسعاف. دونك جميع الموظفين المستشفى من اطباء وممرضين تجندوا باش يستقبلوا المرضى ويقدموا لهم احسن العلاجات. دونك الايام الاولى كانت ايام اللي كان فيها واحد العمل كثيف وكثيف جدا. دونك جميع اطباء وممرضين تقنيين ناقلي المرضى عمال النظافه من اداريين تجندوا من اجل استقبال هذا العدد الكبير من المرضى. دونك واحد التنسيق جيد جدا من طرف الاداره. قاعه العمليات كانت محلوله مفتوحه، جميع قاعات العمليات كانت مفتوحة من أجل استقبال وعلاج المرضى في أحسن الظروف. المرضى توفدوا كانوا عندهم كدمات، كان جروح، كان كسور بخطورة متفاوتة، من كسور بسيطة إلى كسور معقدة مفتوحة ومغلقة. تم الإدماج ديالهم في قاعات العمليات واستفدوا الحمد لله من العلاجات اللازمة. جميع الأدوية كانت متوفرة، المستلزمات الجراحية كانت موجودة، والحمد لله دازت الأمور على خير. الحمد لله الحمد لله أغلب المرضى الحمد لله تم العلاج ديالهم وعلاج الكسور اللي كانوا عندهم الحمد لله. بقوا حالات قليلة، الحالة الحمد لله راه مستقرة، والامور الحمد لله راه غاديه بخير وعلى خير الحمد لله. دونك كاينين مجموعه ديال الحالات اللي درنا لهم عمليات جراحيه. دونك مورا العمليه الجراحيه كاين اللي درنا ليه غيبقى بالجيبس ديالو واحد 45 يوم ولا جوج ديال الاشهر. من بعد ما تنحيدوا الجيبس تيخصهم واحد المده ديال الترويض مطوله، دونك خاصهم علاجات مطوله للترويض باش يسترجعوا الحركيه ديال المفاصل ديالهم، وتنديروا لهم واحد المتابعه دقيقة في مركز الفحوصات. الحمد لله كانت تهنوا بأن الكسر تم جبر الكسر الحمد لله، والأمور مشات بخير وعلى خير. وبصفة الزلزال هي تجربة جديدة فريدة، حنا ما موالفينش الحمد لله بالزلازل، بلدنا بلد الأمن والحمد لله. جات هذيك التجربة ديال الزلزال، دونك كان النفسية شي شوية كانت صعيبة سيغتو على المرضى. وبالنسبه للموظفين وبالنسبه للعاملين بالمستشفى الجامعي، دونك كانت واحد التجربه اللي كيف قلت فريده. علاش؟ حيت ما عندناش واحد الولف مع هذا النوع ديال الكوارث الطبيعيه. مي الحمد لله ما قدرنا نتكيفوا مع الواقع ونجيو المرضى بطريقه اللي لائقه الحمد لله. خاص الواحد يشير بانه الزياره الملكيه اعطت واحد الدفعه نفسيه قويه لا للمرضى على المستوى النفسي، لا للموظفين، عطاتهم هاد الدفعه انهم يعطوا اكثر واكثر. والحمد لله انت كتشوف النتيجه راه مشات مزيان الحمد لله. الليله ديال الزلزال ليله خطيره وخايبه بزاف، خطيره وخايبه بزاف. جاب الله جابونا المحمد السادس هنا في السبيطار وعاملنا مزيان، لا دكاتره ولا كاع المستخدمين ديال السبيطار واقفين وقفة رجل واحد، بحال الممرضين بحال الأطباء، بحال كيجيو عندنا 4 دختر في النهار، والعناية التامة كاينة والحمد لله. واخا هذيك الليلة تاع الزلزال كنتي في الدار ولا كنتي خارج ولا كيف؟ لا كنت في الدار وطاح عليا السقف. إوا كنت نحاول معاه وكنعيل نعري على راسي وتهرش من هاد الليل. حرام راسي اللي كتراسي وتهرش من هاد الليد، صافي ما كنتش باقي قاد نهز حتى شي حاجه ولا ندير شي حاجه، بقيت كنتركل برا. ثلاثة الصباح جابونا للسبيطار فام زميز،
وجابونا المهمل السادس هنا في السبيطار. كاينين ولدي ومرتو وولادو والمراه عندي تقاسين حتى هما، غير نقولوا اسميتو دوك اسميتو خفيفه شويه عندهم، خفيفه شويه عندهم. امانا راه مهرس من هاد ليت. اي والله يجازيه بخير، الله يطول في عمرو، الله يعاونو. واسيدي امر لله الواحد القهار سبحانه ما خفاته خفيه. سيدي ربي كريم. من منطقه انت الحاج؟ من انا جيت من الويدان من السقاره. اسيدي كنت انا في الدار وضع لي واحد القنت، اي واحد الشويله ضربني انا، مشيت نكون نزل عليا كامل نكون مشيت، زي واحد الشويله نزل لي على هذا الكتف وضربني في راسي واحد الشويه، طرقني في جنبي ورماني مع الحيط، كل ما رماني كنت بجقت. واش يقدر الله هو هذا؟ سيدنا الله يطول لنا عمره والله يعفو عليه، سيدنا ما كاين مثلو، سيدنا ما كاين مثلو في العالم. سيدنا كان حنا كنحيوه، حنا أولاده حنا كنحيوه، كنطلبوا ليه اللطف من عند الله سبحانه عز وجل. الله اللي نصره، الله اللي عطاه، الله يكرمه، الله يزيده والله يشافيه والله يزيد في المدد ديالو. المغاربة كاملين إخوان تعاطفوا معنا، إخواننا كاملين إيد وحدة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.